السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى ديروا لايك سبسكرايب. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الفورد، الشركة الامريكية اللي تأسست سنة 1903 في ميشيغان. اليوم غادي نتعرفوا على الفورد ايكو سبور، سيارة اللي فورما 4x4 من شركة الفورد. كان اول جيل ديالها سنة 2003، كجيل الاول اللي استمر حتى 2012. السيارة تبعت تقريبا كجيل الاول غير في 2011 تقريبا مليون طنوبيلة، تبعت بزاف الأمريكا اللاتينية. اليوم معنا الجيل الثاني اللي استمر من 2012 حتى 2022، كاين فيه فاز 1 وفاز 2. فاز 1 اللي كاينه من 2012 حتى 2017، ومن 2017 حنا دابا حاليا في فاز 2. ان شاء الله غادي يخرج جيل ثالث، ولكن حاليا مازال ما تلونصاتش حتى شي فكره عليه. الفورد ايكو سبور كتمونطا في رومانيا حاليا، هاد لي زاريفاج اللي كيجيو لينا حنايا للمغرب كيتمونطاو في رومانيا. اكيد هادشي كامل غادي نتعرفوا على الطوموبيله، البلاتفورم، لي زيكيبمون ديالها ولي زوبسيون، وحتى الموتوريزاسيون. اجي نبداو بالموتوريزاسيون ديالها، ومن بعد ندوزو لي زوبسيون واهم الحوايج اللي زوينين فيها. موتوريزاسيون ديال الفورد ايكو سبور فيرسيون تاع ديزل كتجي ال ان 5 تي دي اي سي اي ل 4 تاع لي سيلندر. البويسونس ماكس ديالها كتجي في 95 شوفو، كتجي في 900 شوفو، اللي كتديفلوبي واحد لابوس واحد لافورس تاع 215 نيوتن متر. البواط فيتيس ديالها كاينه تاع مانيول 5 لي رابور، وكاينه مانيول تاع 6 لي رابور. لا فيتيس ماكسي ديالها هي 160 كيلومتر بار اور. لاكسيليراسيون 0-100 في 14 سيكوند. الكونسوماسيون ديالها في سيكل ميكس 4.4 لتر ديزل في الكونسوماسيون زعما ميكس ديالها. السياره النورم ديال لي موسيون ديالها سي او 2 في الاورو 6. الكاباسيتي ديال الريزرفوار ديالها 52 لتر. فوالا هاد لي نورم، هاد هاد لي ديمونسيون اللي قلت لكم دابا تاع الموتوريزاسيون ديالها. نقدر نقول لكم طوموبيله قويه قويه، سيرتو راها في الكروس اوفر، سيرتو راها سي يو في 4x4. تبارك الله الموتوريزاسيون ديالها قويه، امريكان معروفه بالبويسونس تاع الماطر ديالها. اجيو دابا نكتشفوا اهم لي زوبسيون ولي زيكيبمون اللي في الطوموبيل. الطوموبيله من لافاس ديالها فيها بزاف تاع لي زوبسيون زوينين. نبداو بلي فوت جور فيهم ليد، هاو فيهم الاليماج اوتوماتيك، زائد ديك لوبسيون تاع فولو مي هوم. فيها لي فاغون تيبغويه. من ناحيه لا سيكوريتي فيها ستاسيونمون افون اريير. بارشوك ديالها جا في داك الكولور تاع الكاروسري. فيها ديتيكتور دو بلوي. هادشي كامل زوين تبارك الله. شوفوا الكالندر ديالها حتى هي جات كرومي. اجي نشوفوها من البروفيل ديالها. البروفيل ديالها عندك دي جونت الومنيوم تاع 16، كاينه تاع 17 اون اوبسيون. لي روتروفيزور غابطابل الكتريك شوفون. بوان افوغل حتى تجي اون كوموند، يمكن تجي اون كوموند، وفيها سي لي مينوس كتجي اون كوموند. فوالا غادي نشوفوها من اللور. خوتي بكل صراحة عجبني اللوك ديالها من اللور. لي فواغيغ جاو انتيغري في الباب تاع الكوفر اللي كيتحل لاتيرال، وكيهز الكوفر ديالها 355 اترو. البوا تاع الطوموبيل 1280 كيلوغرام. الطوموبيلة في شكل لي غادا من القدام ومن اللور، كاميرا دريكول حتى هي من اللور. الطوموبيلة زوينة تبارك الله. كيف ما شفتوا هادو اهم لي زيكيبمون، اهم لي زوبسيون من الشكل الخارجي. اجي نشوفوها من الداخل. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا دي بونكيت اغيير تيكونوا غابطابل، وفيهم لي زوفيكس من اجل التسبيس الدراري الصغار، من ناحيه لا سيكوريتي مزيانه. الطوموبيله واسعه من اللور. اجي نشوفوها من القدام ديالها. كيف ما كتشوفوا الباب فيه بزاف تاع لي ماتيير، عندك سيستيم سونوريزاسيون، فيه الكوير، عندك هنا دي زيسباس دو رونجمون، لي فيتر الكتريك افون اريير. شوفو هنايا لي سيلغي ديالها ريغلابل مانيويل، جاو هنايا اون تيسيو، عندك الا بغيتي تكومونديهم بالكوير. ابيتاكل ديالها فيه الكروم، عندك هنايا اني كروم تاع الوي بوس. البواط فيتاز كاينه تاع 6 تاع لي رابور. عندك هنايا كيف ما كتشوف الفولون ريغلابل افوي بروفوندور، ملتي فونكسيون، فيه ليميتور ريغيلاتور دو فيتاز، ريغلابل افوي بروفوندور. فوالا سيستيم سونوريزاسيون هنايا كاين بواحد الشكل زوين، بالتمنية تاع لي هوت بارلور، لا 6 تاع لي هوت بارلور. فوالا حاجة مزيانة فيها الكوير. دي سيسباس دو رونجمون كاينين في الطوموبيل بشكل زوين، و حيت الطوموبيلة واسعة فورما 4x4، و 4x4 عندك هنايا دو بورت يو اس بي.
شنو غادي نقول لكم الخوت، الكليما بيزون ما شاء الله، الطوموبيله ما شاء الله، لورديناتور دو بورد ديالها حتى هي فيها ديماراج اون كود ستوب ستور ستارت ستوب ايكو ريغيلاتور دو فيتيس كيف ما قلت لكم، فيها ديتيكتور دو بلوي لا ليماج اوتوماتيك ايكرون تاكتيل. شنو نقول لكم فيها اخر، من ناحيه لا سيكوريتي فيها لي 4 تاع لي زيرباك فرونتو لاتيرو، فيها الاي بي اس الاو اس بي، فيها ديماراج اون كود، الديتيكتور ديال سوغون فلاش دي بنو، ما شاء الله الخوت. هادو اهم لي زيكيبمون تاع الطوموبيله من ناحيه لا سيكوريتي. كيف ما قلت لكم كتجي هي بجوج تاع لي فيرسيون ترند والتيتانيوم. البري ديالها، البري ديالها لونتر دغام كتبدا ب 22500 وتيتانيوم كدير ب 25500. دابا كاينين دي بروموسيون كدير يمكن ترند ب 19 وتيتانيوم كدير ب 22. فوالا هذا هو الفيديو ديالي على اليو على فورد ايكو سبور، نتمنى من الله تكون الافاده، نتمنى من الله نكون خفيف على عليكم، وان شاء الله بارطاجيو هذا الفيديو، هذا ديروا لايك سبسكرايب. انا عجبتني الطوموبيله في الحقيقه كرأي شخصي ديالي، فورد هاد الطوموبيله هادي بحال قلتي كومباكت كروس اوفر، علاش بحال قلتي شي واحد ما بغاش ديك الطوموبيله تكون كبيره فورمات 4x4 كبيره، وبغى بحال قلتي 4x4 صغيره بحال قلتي كومباكت، فهمتيني يعني ما بغاش ولا كراج صغير.